اليوم احنا في اهوار العراق، هذه الطبيعه الخلابه الجميله في مستنقعات حضاره السومريين، واكد في هذه الاماكن التراثيه اللي ان شاء الله اجمل اماكن في اجمل بقاع في العالم جميعا ان شاء الله. وهذه المستنقع المائي وهذا القصب والبردي، وما يذكرنا بتاريخ ان شاء الله القديم، وهذه الحضارة العريقة التي استمدت جذورها من هذا البلد المعطاء وهو العراق. اليوم ان شاء الله الحمد لله جينا للصيد ونشوف هذا المكان اللي يسمونه هوار التراث العالمي، سموه هوار التراث العالمي لان فعلا هو من التراث العالمي. نشوف هذا عمر هاي الاهوار تقريبا ما يعادل الاف السنين، وشكلت بهذا المكان حضارات كثيره منها طمست ومنها لحد الان تشوف هذه الطبيعه الخلابه. صاد الخاوي بسم الله. العفو يعني رمال حوم عبارة الخاوي. والله أجواء حلوة. إيه والله أجواء حلوة. يوان أبوسي عمرك كله ما تجي هنا لحوية. إيه والله. ها؟ لا لقيت اللي مكان بيع الجيد. ايش مالك خايف؟ شلون اسمع الجيد؟ خايف؟ ما ادري. وش عمي؟ ذا مكان بيع الجيد. اكو وقت اذا بدك بتبيع مالها بوين؟ اه اكو مكانات، هي مكانات ثخينه. هذه الغلاف بعدها ما لها قيمه بس مكان. بس المكان شكله. Yeah.
الصبح. والله الصبح الصبح اول ما اطلع بابا تطلع تاكل. هسه شي بعد راح تكوك النور. راح تكوك. شفت انه مكان بيعجيه لا تنزل.